لقد شاءت الأقدار أن تنضم الجزائر لمجلس الأمن في ظل هذه الأوضاع المأساوية بالنسبة للشعب الفلسطيني في جميع أراضيه المحتلة، وبالنسبة لبقية أشقائنا في دول الجوار الفلسطيني. ولذا فقد أصدر السيد رئيس الجمهورية تعليمات صارمة بأن تجعل الجزائر من نصرة القضية الفلسطينية ومن التصدي للجرائم الإسرائيلية في المنطقة شغلها الشاغل وأولوية أولوياتها ومبلغ جميع تحركاتها منذ بداية عهدتها بالمجلس مطلع العام الجاري. وأود أن أؤكد من هذا المنبر أن الجزائر ستبقى تطالب بعقد الاجتماع تلو الاجتماع واتخاذ المبادرة تلو المبادرة وطرح الفكرة تلو الفكرة، لأنه لا مناص من اطلاع مجلس الأمن وكذا الجمعية العامة بالمسؤولية الملقاة على عاتقهما تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه كافة دول وشعوب المنطقة التي تطالها يد العدوان الإسرائيلي